انطلقت الجياد والأفراس عمر 3 سنوات وأكثر والتي ربحت من سباق ولغاية 3 سباقات متنافسة على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. انطلاق لهذه الجياد وأشاهد رقم 18 باسم الاحتياطية، أيضا أشاهد رافي في المركز الثاني في مثيل المرشح في المركز الثالث مع انطلاقة هذه الجياد والأفراس في المنعطف الأول لها. لا زالت باسمة تقود هذه الجياد والأفراس في مرافي يترقب بالمركز الثاني، وتقدم الآن من المرشح أثيل بقيادة فهد العويس فيما مقبل العزة في المركز الرابع. في هذه الأثناء باسمة لازالت تقود الجياد والأفراس، والمركز الأول والثاني الآن لأثير، والتنافس يشتد في هذه الأثناء من أشقر أحمد إذن في المركز الثالث، والتنافس يأتي أيضا من بريق الكاس للمركز الثالث. التنافس المثير الذي يجمع الجياد والأفراس في مرافي للمركز الرابع. يتقدم في هذه الأثناء أثيل، يتقدم على باسمة ويتحاذى مع باسمة، ويتقدم الآن أثيل بقيادة فهد العويس في المنعطف قبل الأخير. إذن تبدأ مراحل الحسم في هذه الأثناء للجياد والأفراس عمر 3 سنوات والتي كسبت من سباق ولغاية 3 سباقات. التنافس المثير إذن أثيل في المقدمة، رافي يأتي للمركز الثاني. التنافس في هذه الأثناء، وأيضا القدوم هنا من بقية الجياد ورامح من الداخل، إذن من الداخل للمركز الأول، من الداخل للمركز الأول، والتنافس المثير الذي يجمع هذه الجياد. إذن أثيل يتقدم في هذه الأثناء، والتنافس بين روحان وأثيل، والقدوم يأتي الآن من محرز للمركز الأول. محرز يحسمها ويقطع المسافة والمركز الأول. إذن